تنعقد جمعية الصحة العالمية في دورتها 73 في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، حيث تجري أعمالها افتراضيا عبر تقنية الفيديو، ويشارك في أعمال الدورة مدعوون ومشاركون عن بعد من دول عدة. وقد مثل تشاد في الأعمال الافتتاحية عبر تقنية الفيديو وزير الصحة العامة محمود يوسف خيال الذي كان محاطا بمعاونيه، وقد رأس الأعمال من جنيف مدير منظمة الصحة العالمية. وتناقش جمعية الصحة العالمية في دورتها 73 جائحة كورونا وجهود محاربتها في الدول المختلفة، كما سيتم انتخاب مكتب تنفيذي جديد لمنظمة الصحة العالمية، وتتمحور مداخلات المدعوين والمشاركين حول تسخير الإمكانيات المادية والبشرية في التصدي لهذا الوباء. ومن المتوقع أن تستغرق أعمال جمعية الصحة العالمية 73 مدة يومين. جمعية الصحة العالمية تعتبر أعلى جهاز في منظمة الصحة العالمية، وتتولى تحديد سياسات المنظمة وتعيين المدير العام ومراقبة السياسة المالية لمنظمة الصحة العالمية.